معنا اليوم في الاستوديو الدكتور خالد الغامدي، استشاري طب الأطفال وأستاذ طب الأطفال المشارك لدى مستشفيات دكتور سليمان فقيه بالرياض. حياك الله دكتور خالد، هلا وسهلا. حياكم الله، هلا وسهلا، هلا فيك. اليوم راح أتكلم عن موضوع جدا مهم صراحة، يعني نتكلم عن صحة الطفل في رمضان وقد إيش يعني خلينا نقول مهم، ومن أي عمر أيضا ممكن أن الطفل يقدر يصوم أو يبدأ يصوم. طيب، هو الصراحة الموضوع مهم جدا، وإحنا كأطباء أطفال حقيقة نغفل كثير عن هذه التفاصيل اللي هي التفاصيل الدينية الروحية والأشياء المتعلقة بعلم نفس النمو أو العلم النفس المتعلق بالأطفال. إذا كان السؤال يعني عن العمر المناسب للطفل متى يبدأ يصوم، فالعمر المناسب الصراحة نقدر نقسمه لقسمين. في عندنا أطفال عمرهم الإدراكي أكثر من عمرهم الزمني، يعني ما شاء الله في أطفال سابقين سنهم بكثير. وفي عندنا العمر الزمني، والعمر الزمني والعمر الإدراكي في عندنا قاعدة شرعية يعني تخلينا نوقف عندها ونقول إنه سن التمييز هو السن الأساس فينا نقول إن الطفل يعني مؤهل للصيام بغض النظر عن وضعه الصحي. إذا كان الطفل مؤهل إدراكيا وصحيا نقدر نقول 7 سنين هو العمر المناسب للصيام إن شاء الله. يس، 7 سنين يبدأ عند الطفل يصوم. يكون في أحيانا تأخر مثلا؟ يكون فيها حالات تأخر زي ما ذكرت لك، إنه في عندنا العمر الإدراكي هذا مهم جدا، يعني يكون طفل عمره 10 سنين 12 سنة بس ما هو مدرك لازال، أو يكون طفل يعني معذور من الأطفال المعذورين، والطفل المعذور شرعا هو نفس البالغ صراحة يعني من ناحية الأعذار الشرعية، لكن 7 سنين عند الطفل تكون أكثر. تقول إنه 7 سنين إن شاء الله يكون جاهز للصيام. يعني عند الطفل أكثر تكون أعذارهم، يا اما اعذار ادراكيه عقليه زي ما ذكرت لك، او يكون مرض مزمن، والامراض المزمنه تتدرج وتختلف يعني شدتها. طيب الطفل الرضيع يتاثر دكتور من صيام الام؟ اكيد يتاثر اذا كان الطفل يرضع رضاعه طبيعيه، لان نظام الام الغذائي ينعكس بكل تاكيد على يعني نوع الحليب وكميه الحليب ومحتويات الحليب، فالطفل الرضيع يتاثر بصيام الام. لذلك احنا دائما نذكر الامهات اولا الام المرضع عندها رخصه شرعيه تقدر تفطر، واذا كانت يعني تفضل انها تصوم تكون حريصه جدا على انها تكثر من السوائل في نظامها الغذائي، تكثر من الالياف، وتراقب يعني مدى كفاءه الرضاعه بالنسبه للطفل الرضيع. دائما يجينا سؤال من الاهالي بالذات الامهات اللي يرضعون رضاعه طبيعيه، انه كيف اتاكد ان الحليب الطبيعي كافي؟ ودائما يدخل المعتقد انه هل ازود شيء، يعني بعض الامهات يزودون رضعه او رضعتين صناعيه، بعضهم لا يقول لا خلينا نزود مويه الحليب بيكون قليل. فاحنا دائما نفهمهم ان الرضاعه الطبيعيه هذه هديه مكتمله الاركان، والطفل جاهز ومستعد انه يستمر عليها يعني على الاقل 6 أشهر الاولى بدون اي اضافه. كيف يتاكد يعني الاهل ان الطفل يعني رضع رضاعه كافيه من ناحيه الرضاعه الطبيعيه؟ انه الطفل يعني من مرحله احنا نتابع وزنهم بشكل مستمر، فيكون الطفل يعني زاد وزنه بالشكل الصحيح، وهذه المعلومه يمكن صعبه على الاهالي، لكن احنا نستغل المراجعات في عيادات الطفل السليم ونطمنهم على الوزن. لكن الاشياء الاساسيه للاهالي لازم ينتبهوا لها ان الطفل يرضع من 15 ل 20 دقيقه، ينام بعد الرضعه، تكون كميه البول في اليوم على الاقل 6 مرات ما هو البراز، لان البراز يقل في هذه المرحله. إذا توفرت هذه الشروط على الأقل مبدئيا ونام الطفل بعد كل رضعة معناته الرضاعة كافية، وما تحتاج الأم أنها تتوتر على كمية الحليب، الحليب كافي ولا غير كافي، وإحنا نطمنهم بعدها في المتابعات أنه الوزن قاعد يزيد بالطريقة الصحيحة. أخاف كذا ما نام الطفل يقلقون الأهل شوي. أيوه، بس لازم يستوعبون أنه دائما إذا الطفل ما نام ما هو بالضرورة أنه الموضوع له علاقة بالشبع والجوع، لازم يتأكدون من أشياء ثانية أنها تكون يعني انتبهوا لأشياء ثانية تكون يعني مزعجة بالنسبة لهم تخليه نام. لكن يعني الأساسيات البسيطة أنه 20 دقيقة على الأقل مدة الرضاعة، ينام بعد كل رضاعة، كمية البول تكون 6 مرات في اليوم على الأقل، وزيادة الوزن في المتابعة. يا سلام. طيب دكتور خلينا نروح شوي للطقوس اللي احنا ممكن نعطيها الطفل في شهر رمضان عشان نسهل عليه الصيام ونخليه يصوم براحة يعني. طيب هو الطفل يعني لازم نفهم احنا بالغين وكبار ان الطفل يعني هذا مكون اساسي من مكونات البيئه المحيطه، والطفل يعيش في مجتمعات يعني مختلفه، يعني ما هو زي احنا الكبار يعني مجتمعاتنا محدوده.
لكن الطفل يعيش في مجتمعات مختلفة على حسب الفئة العمرية، فالطفل يؤثر ويتأثر بهذه المجتمعات. طبعا الطفل يلاحظ الفرق، يلاحظ التغيير من ناحية الطقوس الدينية اللي قاعدين نعيشها في هذا الشهر، من ناحية اختلاف يعني النمط الغذائي، من ناحية اختلاف نمط العبادات، من ناحية حتى يعني ساعات النوم، كل هذه الأشياء تفرق عند الأطفال ويلاحظونها وينتبهون لها ويتأثرون فيها بشكل أو بآخر على حسب الفئة العمرية. إذا اتفقنا أنه في عندنا طفل مدرك وطفل غير مدرك، فإحنا نتكلم عن الطفل السليم. الغير مدرك أكيد أنه يمر بهذه المراحل ويصنع يعني ذكريات معينة ترسخ في ذهنه ويرجع يفتكرها بعدين بعد ما يكبر. والطفل على كل حال يكون مهيئ يعني من النواحي الدينية، بس إحنا يعني يجي دورنا كقدوات وكأهالي أن نوجهه حسب الفئة العمرية. جميل جدا. احنا لسه مكملين معك دكتور خالد ومكملين مع مستمعينا، ولكن استاذنك بفاصل قصير ومن بعدها نرجع نكمل معاكم مع الدكتور خالد الغامدي، استشاري طب الاطفال واستاذ الطب الاطفال المشارك لدى مستشفيات دكتور سليمان فقيه بالرياض. خليكم معنا، فاصل قصير ومن بعدها راجعين. يا هلا وسهلا فيكم، عودة لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا. السعادة بانتظاركم مع بيوتي سيكريت، تمتعوا بتخفيضات هائلة تتراوح بين 20% و80% على جميع العطور ومنتجات العناية بالجسم والمنزل، أسعار خيالية ما صارت من قبل، فقط مع بيوتي سيكريت. معنا في الاستوديو الدكتور خالد الغامدي، استشاري طب الأطفال وأستاذ طب الأطفال المشارك لدى مستشفيات دكتور سليمان فقيه بالرياض. حياك الله من جديد دكتور. يا هلا وسهلا، الله يحييك. يا هلا، ها الصوت عندك تمام الحين؟ إن شاء الله تسمع كذا كيا؟ تمام. برضو موجودين معكم من خلال البث المباشر على تطبيق MBC مود وحتى على شاهد. يعني تكلمنا عن صيام الأطفال وطرق كثيرة يقدرون يصومون الأطفال من خلالها. خلينا الدكتور روح الموضوع معاك ثاني فيما يخص الأطفال والسعرات الحرارية. يعني هل لهم سعرات حرارية مختلفة مثلا على الكبار؟ إيه طبعا. أحكي لنا عنها شو. النمو الجسماني للأطفال يعني حاجة مرة مهمة، يعني مستقبل الطفل الصحي كله يعتمد على مرحلة، يعني تخيل إنه أسرع مرحلة المراحل نمو الطفل متى تكون؟ متى؟ خلال الحمل. خلال الحمل. أسرع يعني مدة للحمل، أسرع يعني قدرة للطفل على النمو خلال الحمل. السنة الأولى بعدها مرحلة أساسية يعني تحكم مستقبل الطفل من ناحية النمو بشكل عام. تكلمنا عن النمو، نتكلم عن طول ووزن، وفي المراحل البدائية نتكلم عن محيط الرأس. فتخيل أن طول الطفل النهائي يبدأ من هذه المراحل، وزنه النهائي يبدأ من هذه المراحل، فأكيد يحتاجون سعرات حرارية أكبر. المولود إلين 3 شهور يكون يحتاج سعرات حرارية عالية، يعني المعدل 100 سعر حراري لكل جرام في أول 3 شهور. بعدها 3 شهور اللي بعدها نبدأ نقول من 90 إلى 100، بعدها نبدأ نقول لين 3 سنين من 80 إلى 90، وبعدين نبدأ نقول من 60 إلى 80، وبعدين نوصل 45 في مرحلة البلوغ. 45 جرام لكل كيلو جرام من الجسم من وزن الطفل أو البالغ في هذه المرحلة. طبعا في أطفال يحتاجون سعرات حرارية أكثر من الأطفال، يعني نتكلم عن الطفل السليم، لكن الطفل اللي مثلا مصاب بمرض مزمن يحتاج سعرات أكثر، وقت السخونة يحتاج سعرات أكثر، الإصابات لا سمح الله بالحروق وهذه الأشياء تستدعي سعرات أكثر، وظروف صحية معينة تستدعي لها سعرات. علاقة الحروق مثلا إيه؟ الإصابات بال إيه طبعا السعرات يعني الحرارية لازم يعني يكون عندنا سعرات حرارية عالية عشان يبدأ الجسم يعوض ويبني. هذه الأشياء كلها مهمة نحطها في بالنا دائما، والأمراض المزمنة بشكل عام يعني نوزنها بين هل إحنا نحتاج الوزن عشان يزيد الوزن، ولا نحتاج الوزن عشان نؤدي وظيفة، فنقوم نحسبها بهذه الطريقة. الحين دكتور الواحد يا الله يعني يضبط سعرات الحرارية ويوزن سعرات الحرارية، كيف يقدر يعني يوزن أو يحافظ على السعرات الحرارية للطفل مع أن الطفل ما شاء الله ما يخلي شيء ما يأكله ما شاء الله تبارك الله؟
ما شاء الله مع انه في اطفال يعني في المراحل الاخيره هذه صرنا نشوف اطفال انتقائيين بشكل كبير يقدرون انهم يحافظون يعني قصدك؟ لا لا بالعكس يعني صار الطفل يعني انتقائي جدا ما غير متعاون مع الاهل في حكايه النظام الغذائي. كيف هذه هي يعني كيف الطريقه؟ كل فئه عمريه تحكمها يعني ظروفها، لكن الفئه الاساسيه هذه اللي هي فئه الرضاعه الطبيعيه السنه الاولى لين السنه الثانيه الرضاعه تعوض جزء كبير. بعدين نبدأ نقدم الطفل للطعام في مرحلة معينة مثلا من 6 أشهر، بعدين نبدأ نتدرج، بعدين يبدأ الطفل يدخل في نظام غذائي معين. وإحنا دائما يعني ما نبغى من الأهل أنهم يحفظون أرقام ويكونون يعني متوترين طول الوقت على حكاية أنه قديش سعرات حرارية مفروض يأخذ وكذا، لكن على الأقل ننصحهم أنهم يتوجهون لعيادات الطفل السليم لمتابعة نمو الطفل. وإحنا إن شاء الله بإذن الله كأطباء نطلع على يعني معطيات معينة وبعدين نقدم لهم النصيحة اللي هم يحتاجونها ونبدأ نتابع تطور ونمو الطفل هذا لين ما يكتمل إن شاء الله نمو وينتهي من مرحلة الطفولة إلى مرحلة إن شاء الله الطب اليافعين والبالغين. كيف ينمو الطفل؟ يعني إيش المقاييس اللي تعرفونها قلتوا هنا والله أنا فعلا الطفل قاعد ينمو بشكل سليم؟ النمو هو يعني دائما الناس يدمجون بين يعني مفهومين مرة مهمة، في شيء اسمه نمو وفي شيء اسمه تطور، لكن احنا دائما نقول عليها النمو. حتى يعني لما يعني انا كطبيب اطفال احنا في الغالب ما نهتم كثير بعلم النفس الطفل، وهذه يعني فجوة الصراحة كبيرة في مناهج طب الاطفال في الجامعات وحتى على مستوى الدراسات العليا. فلما تجي تبغى تقرأ عن علم النفس تلقى أول شيء في الغلاف علم نفس النمو، يوم تروح تقرأ تلقاه يتكلم عن التطور ما يتكلم عن النمو. وإيش الفرق بينها طيب؟ النمو اللي هو النمو الجسماني زي ما ذكرت لك يعني الطول الوزن محيط الرأس، لكن التطور هو التطور بشكل عام يعني التطور الحسي الحركي التطور الحسي الدقيق التطور السمعي والبصري ويجي معه تطور التخاطب التطور الاجتماعي جزء مهم. وبعد ما تعمقنا في علم النفس لقلنا حتى في تطور ديني، فهذه الأشياء كلها تكون متوازية وتمشي مع بعضها يعني جنبا إلى جنب. يعني مثلا على سبيل المثال إذا الطفل ما يقدر ينقل الشيء من يد ليد كيف تبغاه يعني على عمر 6 شهور يكون جاهز عشان يمسك يعني شيء يحطه في فمه ولا عشان يمسك الرضاعة لوحده؟ فالنمو كطول ووزن ومحيط رأس هذا شيء والتطور شيء وكلها لازم تكون ماشية مع بعضها. يا سلام يا سلام جميل جدا. طيب أنا كيف أتابع النمو الطفل عندي؟ صراحة أنه عندنا تقصير واضح مننا إحنا كأطباء أطفال في توعية الأهالي من هذه الناحية، وشكرا يعني صراحة لكم على الاستضافة. شكرا على لكم الضوء على جزء مستشفيات الدكتور سليمان فقيه في الرياض أكيد الله يكرمكم. والجزء الثاني أنه في عيادات الطفل السليم، عيادات الطفل السليم هذه هي دورها الأساسي أن نتابع الطفل من هذه النواحي. يعني إحنا ما نستنى الطفل لما يمرض ونجي نتدخل، ما نستنى الطفل لما يوصل مرحلة مثلا تجاوزوها الأطفال كلهم من ناحية الطول وبعدين نجي نتعامل مع قصر القامة وتبعات قصر القامة الصحية والعضوية والنفسية. لا، نتابعه من البداية ونطمن على هذه الأشياء كلها في العيادات وفي المتابعات، وهي ما هي بس مجرد خدمة يعني موجودة في القطاع الخاص، حتى في عيادات الطفل السليم موجودة في المراكز الصحية. بس نحتاج نوعي الأهل أنك لا تنتظر الطفل يمرض وتروح، لكن على الأقل على الأقل أقل تقدير استغل مواعيد التطعيم. يعني كل موعد تطعيم هذا فرصة يعني مناسبة جدا عشان نقيم الطفل من ناحية النمو والتطور. بعد ما يخلص مرحلة التطعيم على الأقل يكون في زيارة، إذا ما هي كل 6 شهور على الأقل كل سنة لطبيب أطفال، بس نطمن أن الطفل هذا يعني قاعد ينمو ويتطور بالشكل السليم. وزيارة طب الأطفال فقط على النمو ولا يكون شامل مثلا متابعة شاملة؟ متابعة شاملة ويدخل تحت مظلة النمو وتطور أشياء كثيرة، استقصاءات معينة. يعني مثلا العوائل اللي عندهم مثلا زيادة في نسبة الدهون هذا جزء مهم لازم نستقصي عنه من بدري قبل ما يكبر الطفل ويكون لا سمح الله عرضة لمشاكل ثانية. التوحد، الاستقصاء عن التوحد، أشياء كثيرة لازم ننتبه لها. في كل ما يكبر الطفل كل ما يكبر معاه يعني إطار الاستقصاء عن الأشياء اللي احنا مفروض ندور عليها بما فيها اضطرابات الأكل، اضطرابات النوم، الاضطرابات النفسية، التعرض للتنمر، أشياء كثيرة يعني تنعكس على صحة الطفل في الأخير. جميل جدا الدكتور خالد الغامدي، احنا لسه مكملين معاك لكن استاذنك فاصل قصير واستاذن السادة المستمعين. معنا في الاستوديو الدكتور خالد الغامدي استشاري طب الأطفال وأستاذ طب الأطفال المشارك لدى مستشفيات دكتور سليمان فقيه بالرياض. فاصل قصير ومن بعدها راجعين.
احنا مكملين معكم اليوم مستمعينا ومشاهدينا في موضوع جدا مهم عن الطفل وصحة الطفل. ايضا معنا في الاستوديو الدكتور خالد الغامدي استشاري طب الاطفال واستاذ طب الاطفال المشارك لدى مستشفيات دكتور سليمان فقيه بالرياض. حياك الله يا دكتور. يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك. تكلمنا قبل شوي عن امور كثيره صراحه تخص الطفل، لكن وتكلمنا عن نموه وكيف اني انا اقدر اتابع نموه. متى نقدر احنا نبدا نقدم الطعام للطفل الرضيع؟ متى ابدا معه؟ والله هذا السؤال دائما يعني سؤال متكرر في كل العيادات تقريبا، وهو سؤال يعني كان فيه في البدايات المدارس التقليديه كنا نقول عمر 6 شهور هو العمر المناسب لاسباب كثيره، لانه 6 شهور يكون يعني عمر اكثر امانا على الطفل، يكون الطفل يقدر يسند نفسه ويقدر يجلس من ناحية التطور يعني الحركي، من ناحية التطور الحسي زي ما ذكرت، لكن يقدر يمسك الأشياء، يقدر ينقلها من يد ليد، وبالإضافة لأنه يكون مهيئ من ناحية الجهاز الهضمي أنه يبدأ يستقبل الطعام. لكن إحنا نحط في بالنا يعني ظروف الأسرة، الأم العاملة، أشياء كثيرة يعني تغيرت في المجتمع في الوقت الحالي، وما في يعني كنا زمان نقول أنه 6 شهور هو خلاص يعني الكت ليمت لازم 6 شهور، بس اليوم نقول أنه نظام التغذية هو مشروع بين الأم والطفل، متى ما يقرر الطفل وتقرر الأم ويبدأ الطفل الاستعداد ممكن نبدأ. يعني الطفل يبدأ استعداده يعني يشوف الأهل وقت الوجبات ويتحمس يشاركهم يعني أو يحاول يشاركهم أو يعبر عن يعني اهتمامه بالموضوع. الشيء الثاني يكون أول ما يصحى يكون يبدأ يعبر عن الجوع بالبكاء، يعني ويكون يعني شيء جديد على الأهل. يحتاج كميات أكثر من ناحية الحليب عشان يعني يبدأ يعني يصير حماسه أكثر للتغذية. هنا نقدر نبدأ يعني، بس على الأقل يكون تجاوز 4 شهور. فمن 4 شهور 6 شهور هي الفترة اللي ممكن نقدم فيها الطعام، 6 شهور هي الفترة الأكثر أمانا، 4 شهور قد يحصل فيها تجاوزات إذا الطفل أبدأ استعداده والأهل كانوا جاهزين، بس بشروط إنه الأهل ينتبهون لسلامة الطفل في هذه المرحلة. كثير من الأطفال معرضين للشرقات في هذا العمر، والأهل لازم يعرفوا يتعاملون معها، لازم الطفل يكون جالس أحد يسنده، لازم يكون أحد مراقبه، نوعية الأكل اللي تقدمه لازم يكون أكل آمن ما يسبب للطفل يعني مشاكل صحية من نواحي كثيرة، منها الحساسية ومنها أنه ما يشرق بالأكل. فإحنا دائما ننصحهم يعني أنهم مو طبيعية الشرقات اللي تكون مثلا عند الطفل، طبيعية الشرقة في كل مكان، بس هي الفكرة أنه الشرقة يعني فكرتها أنه جزء من الطعام يروح لمجرى التنفس، فإذا ما قدرت أنك أنت تسيطر عليها ممكن تفقد الطفل لا سمح الله إذا أنت ما عرفت تدخل في الوقت المناسب. فالفكرة أنه إحنا نبغى الطفل يكون جاهز وتكون تقديم الطعام بطريقة آمنة، بحيث أن يكون في أحد معاه عارف يتعامل لو لا سمح الله أنه الطفل يعني انقطع النفس عنه لسبب أو لآخر من ضمنه الشرقات. ليش مستعجلين؟ لا نستعجل يا دكتور، خلى 6 شهور، خلى سنة ما عندي مشكلة. لا هو 6 شهور، أكثر من 6 شهور طبعا بتأثر نمو الطفل، لكن 6 شهور هو الأكثر أمانا. 4 شهور إذا الأهل مركزين معه ومنتبهين ويقدرون يقدموا له الطعام، وإن شاء الله بإذن الله. إذا عدى 6 شهور وما أكل بتأثر النمو في المحصلة يعني النهائية. في مشكلة يعني هل يراجعون الطبيب مثلا الأهالي؟ إيه طبعا بيكون يعني النمو في المحصلة النهائية متأثر، وأصلا عشان تقدم الطفل يعني الطعام للطفل في عمر أكبر بتلقى يعني مقاومة، وبيكون الطفل أصلا ما يعرف وظيفة الأكل. إحنا في عندنا أطفال كثيرين يعني يرفضون الأكل، يعني هو ما هو عارف وظيفة الفم، يعني يكون متعود إنه يمص الرضاعة دائما، لكن إنك تيجي تقدم له طعام بالملعقة ويجي يبغى يبلع ويمضغ، مع أنهم يعني الدروس تبجي في فترة لاحقة، لكن هذه يعني الموائمة بين عضلات البلع وأن الطفل يستوعب حركة اللسان هذه لازم تبدأها من بدري، إذا تأخرت فيها ممكن تفقدها، فيكون الطفل يعني وقتها تواجه صعوبة في أنك تقدم للطعام. 6 شهور هو الحد الأكثر أمانا الأكثر يعني، وإذا تعدى يفضل أنه يتم مراجعة الطبيب إذا كان في صعوبة. إذا كان في صعوبة، جميل. هذه بعد النقطة مهمة صراحة. طيب كيف نقدم الطعام إذا بدأ يأكل هو؟ زي ما قلت لك إحنا نخاف من حاجتين، نخاف لا سمح الله إنه يكون في يعني انسداد لمجرى التنفس. الانسداد لمجرى التنفس يا ما يكون بسبب يعني حجم يعني الطعام ولا مكونات الطعام. مكونات الطعام بعض مكونات الطعام تسوي حساسية في الأطفال، وإحنا ما ندري الطفل يعني هو عنده حساسية ولا لا، لأن قاعدين دوبنا نجرب. ففي أطعمة معينة يعني هي الأكثر شيوعا اللي تسبب الحساسية، يعني 90% من الأطفال يتحسسون مثلا من البيض، من الحليب، من السمك، من المكسرات وأهمها الجوزيات. هذه 4 أصناف لازم ننتبه وإحنا نقدمها للطفل إذا كنا نتكلم عن الحساسية.
إذا ما بتكلم عن حساسية فحنا نبدأ بالطعام أول شيء، يعني عشان أسهلها على الأهالي دائما نقول لهم ابدأ بالمخلوط أول شيء، بعدين المهروس، بعدين نصف المهروس، بعدين تقدم له أصابع الطعام على حسب الفئة العمرية. فأنت تبدأ في البدايات بالأشياء البسيطة، السهل جدا والواضح. تعيد لي القاعدة. طعام المخلوط، المخلوط، بعدين المهروس، بعدين نصف المهروس، بعدين أصابع الطعام، وبعدين هو يبدأ يشارك الأهل يعني في الوجبات. يا سلام، أنت تكلمت عن الحساسية وأكثر مسبباتها، الحليب من أكثر مسببات الحساسية. بعض الأطفال يتحسس من مكونات الحليب، يعني الحليب مثلا البروتين البقري في الحليب يسبب حساسية. ففي بعض الأطفال يعني يكون عندهم حساسية من هذا النوع، وتتوفر بدائل يعني للحليب الطبيعي. هو الحليب الصناعي بشكل عام نسميها بدائل الحليب الطبيعي. بعض بدائل الحليب الطبيعي تكون فيها يعني البروتين هذا عالي، فنقوم نقدم لهم يعني حليب مهضوم جاهز، يقوم بس هو يعني. كيف أعرف أنه ابني أو بنتي مثلا عنده حساسية من الأكل الفلانية مثلا؟ تظهر أعراض حساسية، أعراض الحساسية تتدرج، يا أما تبدأ بطفح في الجلد فقط، وهذا يعني الأكثر يعني شيوعا، وهذا اللي ينتبه له الأهل دائما. ولا لا سمح الله يعني ممكن تكون الحساسية قوية لدرجة توصل مرحلة نسميها الصدمة في الطفل، يعني يعني يتقفل مجرى التنفس. فالحساسية مبدئيا أعراضها طفح في الجلد، شفت طفح في الجلد، وقف الطعام، لازم الأهل يكون عندهم قائمة بالطعام اللي سوى هذا النوع من التفاعلات، وبعدين يتوجه لعيادة استشاري حساسية في الأطفال. استشاري حساسية الأطفال يسوي تحاليل معينة، يقوم يطلع لك الأشياء اللي الطفل يتحسس منها، وتقدر تمنعها إلى حد معين، بس ما تقدر تحرم الطفل منها مدى الحياة. فكل فترة يكون في مراجعات مع طبيب الحساسية عشان نعرف هل جاء الوقت إن نقدر نقدمها مرة ثانية بشروط ومعايير معينة ولا لا. جميل جدا صراحة الحديث عن الأطفال وطب الأطفال يعني ما يخلص صراحة، وفي عندنا كثير من الأسئلة وكثير من المحاور، وجدنا وصلتنا صراحة بعض الأسئلة من بعض المستمعين. احنا نستأذنك بس فاصل قصير، نتكلم عن طب الأطفال اليوم مع الدكتور خالد الغامدي استشاري طب الأطفال لدى مستشفيات دكتور سليمان فقيه في الرياض. نطلع فاصل ومن بعدها راجعين. حياكم الله، عودة لكم مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا. في شهر الخير تتضاعف الحسنات، لا تضيع الفرصة وضاعف أجرك بهذا الشهر الفضيل، ومد يدك للمحتاجين وتبرع من فلتر. عطائك يفرق، اللي يتضمن أكثر من جمعية معتمدة للتبرع من خلال تطبيق هانجر ستيشن، وتقبل الله طاعتكم. مكملين معكم مستمعينا ومشاهدينا، نتكلم عن طب الأطفال، وتكلمنا صراحة عن أمور كثيرة اليوم مع الدكتور خالد الغامدي استشاري طب الأطفال وأستاذ طب الأطفال المشارك لدى مستشفيات دكتور سليمان فقيه بالرياض. حياك الله يا دكتور. يا هلا يا هلا دكتور. تكلمنا عن نمو الطفل بكل أشكاله، لكن ما تكلمنا عن الطول تحديدا. كيف ينمو الطفل من ناحية الطول؟ طيب شوف، هو المولود ينولد يعني الطول الطبيعي للمولود 50 سنتي. 50 سنتي إيه. بعدين الثلاث السنين الأولى يكون الطول فيها يعني مرحلة أنه زيادة الطول تكون سريعة، يعني بمعنى خلال السنة الأولى كل شهر يزيد 2 سنتي، السنة الثانية يزيد 1 سنتي كل شهر، السنة الثالثة يزيد 0.5 سنتي كل شهر، بعدين تبدأ مرحلة نمو بطيئة. وهذه دائما يعني يجون الأهل في العيادات يعني يكونوا متوترين من حكاية إنه الوزن، إنه الطول ما يزيد. بس بالمتابعات يعني نتأكد إنه هل فعلا الزيادة هذه في حدود الطبيعي ولا الطفل فعلا متأخر. نقول يعني من السنة الرابعة يبدأ يعني المعدل 5 سنتي لكل سنة، بعدين تجي مرحلة يسمونها قفزة النمو. يعني لو لاحظت مثلا في نهاية المتوسطة كان في يعني أصحابنا كانوا من أقراننا، مو الحين كل أخواني أطول مني ما شاء الله. هي بعدين تيجي فجأة في الثانوي تلقاه صار له قفزة النمو هذه من 6 ل 13 سنتي ممكن يزيد فيها. فثلاث السنين الأولى يكون الطول فيها يزيد بسرعة معينة، بعدين يبدأ يقل، بعدين تجي قفزة النمو. ممكن ما تحصل قفزة النمو لكل يعني الأشخاص. طبعا الحكم النهائي بالنسبة للطول يحكم أشياء كثيرة، أهمها يعني الوراثة، قابلية النمو وراثيا من ناحية الطول. إذا الأب والأم طولهم يعني
يعني يؤهل الطفل انه يكون اطول ممكن انه يعني تحصل هذه الاشياء. ولكن اذا كان الاب والام اصلا طولهم يعتبر يعني قصير فالطفل في الغالب بيكون قصير, بس قصير في حدود الطبيعي, الطبيعي لهذه الاسره. ما نخلي يعني نقول انه الاب والام مثلا طولهم ما هو مثلا طول يعني طول عادي يعني. أيه ما نقول أنه طولهم عادي وفي الأخير نتغاضى عن الطفل, يكون لا سمح الله الطفل هذا ممكن يستفيد من مثلا أن نعطيه جرعات معينة من هرمون النمو بإشراف معين في حالات تستجيب لهرمون النمو. في دراسة يعني كانت هنا في السعودية, لقيونا إحنا هنا أهل الجنوب لقيونا إحنا أطوالنا أقل من غيرنا, يعني ربطوها ربطوها قلة الأكسجين هناك لأنه إحنا مرتفعات. والله اي والله. في الطائف لقيوا انه في اطفال كثير يعني عندهم قصر في القامه, وكان يعني للاسف يعني نسبه كبيره منهم ممكن تستجيب للتدخلات العلاجيه. فاحنا ما نقول انه السبب الوراثي هو السبب دائما ونرمي عليه شماعه قصر القامه, لا لازم نطمن ونعرف انه هذا الطول طبيعي لهذا الطفل بناء على كل المعطيات من خلال ومن ضمنها الاستعداد الوراثي. اذا كان يحتاج تدخل ندخل طبعا. لا الجميل والمعلومه الجديده انه ممكن من المنطقة اللي أنت عايش فيها وساكن فيها ممكن طبعاً تحدد طولك حتى. صف لي أرضاً أصف لك أهلها. يا سلام, جميل جداً ونعم والله فيك وكل من يسمعنا أكيد. طيب خلينا نتكلم أنه مستشفيات دكتور سليمان فقيه بالرياض تقدم خدمات عن لمتابعة الطفل السليم, أحكيني عنها هذه الخدمات. صحيح, هذه يعني جزء من المنظومة الصحية بشكل عام, ونتشرف في مستشفيات دكتور سليمان فقيه تقديمها. يعني المولود من قبل الولادة يكون في تواصل بين أطباء النساء والتوليد وبين أطباء الأطفال, يستقبل المولود, يصير الفحص الأولي للمولود, بعدها يطلع المولود البيت يعني بعد 48 ساعة بعد استكمال كل الاستقصاءات, بعد 14 يوم تصير المراجعة الأولى, وبعدين الأطفال الذكور يصير الختان حسب يعني العمر الشرعي وحسب يعني صحة الطفل اللي يعني تحكمنا في هذا الموضوع. بعدين تصير متابعات مع مواعيد التطعيمات, كل موعد للتطعيم نستغله في الاستقصاء عن النمو والتطور اللي ذكرناه من بداية الحلقة. والحمد لله يعني احنا عندنا في العيادات عدد كبير من الأهالي يزورونا بس لمجرد الاطمئنان, وهذا يعني شيء مرة يدل على وعي وأنه وصول هذه الرسالة, واليوم نعزز وصول هذه الرسالة من خلالكم. أكيد ما في شك, ومستشفيات دكتور سليمان فقيه دائما ما تمدنا بالمعلومات بالدكاترة اللي احنا نثق فيهم دائما مثلك وامثالك دكتور خالد. في النهاية خلينا نقول ختام ختامها مسك, العيد قرب, كل عام وانتم بخير. ايش نصيحتك اللي يعني بما ان العيد قرب ايش نصيحتك للأهالي؟ والله يعني الأطفال اللي يعني كان الصيام بالنسبة لهم المرة الأولى أو حتى لو ما كان المرة الأولى, هذول يعني يستاهلون أن نكافئهم في نهاية رمضان. طبعا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لازم نفهم الأطفال على موضوع شعيرة العيد, لازم أنهم يستوعبون أنه ما هو يوم اعتيادي فقط ويمر بس يعني بدون ما نعيشهم الأجواء. طبعا الطفل خلال فترة رمضان تعرض لمجتمع جديد اللي هو مجتمع المسجد, ممكن حتى بعض الأطفال يكون أول تعرض له, فنعزز هذا التعرض حتى في صلاة العيد. ننتبه لهم, يعني النصيحة اللي دائما نتمناها ننتبه لهم من الإصابات, تكثر إصابات في الأعياد بالذات مع الألعاب النارية, إصابات العيون بشكل كبير. فننتبه للأطفال في هذه المرحلة, هي مرحلة يعني مرحلة فرح ومناسبة دينية نبغى نحييها, بس في حدود يعني احتياطات السلامة من الإصابات بشكل عام, الأماكن المزدحمة, ونكون حولهم دائما في احتفاليتنا بهذا العيد. والله يبلغنا وياكم إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا لك الدكتور خالد الغامدي, استشاري طب الأطفال وأستاذ طب الأطفال المشارك لدى مستشفيات دكتور سليمان فقيه بالرياض. نورتنا وتحفتنا بمعلومات الله كثير. الله يكرمك, تسلم, وشكرا لكم, الله يحفظكم وكل عام وانتم بخير. شكرا لك, نورتنا وانت بخير.